الأولمبياد هو بصراحة إبداع. الأولمبياد هو المستقبل، هو اللي حيبني هالبلد. هن هالطلاب اللي شناهم، اللي تكرموا واللي ما تكرموا، كل شيء شارك، كل شيء كان له الطموح إنه يشارك، هذول اللي حيبنوا البلد. فأنا برأيي إنه أولمبياد يعني هي أكثر شيء حافل في مستقبل سوريا. والله التفوق بيني من كل شيء بالحياة. هلأ إذا الواحد ما تفوق وما تميز عن غيره، ما أعطى أفكار جديدة، الوطن ما بينبنى. فلحتى نحن نقدر نبني وطن ولحتى نقدر نعمره، لازم كل واحد منا يتميز بشيء. والله المنافسة كانت شرسة بشكل، يعني أنا من أصل 62 طالب رياضيات، طبعا أنا رقم 62 اللي تعرفت عليهم بهالتجربة. كل واحد شخصية شكل، بس بيشتركوا بشيء واحد، إنه كلهم مصممين وكلهم بدهم الفوز أكثر من أي شيء تاني. أنا برأيي كل طالب لازم يشكر أستاذه، لأنه نحن أنا والعشرة الأوائل ومنهم اثنين رفقاتي ما كنا قدرنا نوصل لهون لولا أساتذتنا. وحتى كمان إنه التفوق هو اللي حيبني الوطن، هي بأكد عن نقطة مرة ثانية. بشو فاز الشاب تحديدا؟ بس بدي افهم بشو فاز الشاب تحديدا. هو ما فاز تماما، يعني هو مثل كأنه فاز، هو احتل المرتبة السابعة. السابعة؟ اي يعني ما طلع الطشي طلع له ترتيب. شلون هي؟ عرب لي اياها، عرب لي اياها. ما فيني اعرب لك اياها لانه هي رياضيات، ما في عربي. انت شو فهمك بلغة الارقام؟ اه طيب، هو شلون اخذ ميدالية وهو بالمرتبة السابعة؟ ما عم افهم. رد، عيد القصة من الاول. شلون هذا يا سيدي؟ هو ما اخذ ميدالية، هذا على ما يبدو الاولمبياد السوري مثل بطولات التنس، بصير للعيبة ترتيب بالسياسة، قصدي بالتنس، يعني ترتيبه السابع على الخطر. ترتيب يعني دخلك بما انه المسابقة داخل حدود القطر. الامير بكر البغدادي ابن اب بكر البغدادي كان مشارك بالمسابقة شيء؟ هداك اخذ المرتبة الثامنة بركوب الخيل. ومحمد ابن ابو محمد الجولاني اخذ المرتبة السادسة بلعبة الخمس حجار بدولة اقليمية بتجمع قطر وايران وافغانستان وباكستان، فاز فيها الدب الروسي. لك شلون فازت روسيا وهي مو مشاركة؟ هلا انت عن جد عم تحكي؟ لا انت عم تحكي عن جد؟ انا ما عم بحكي شيء، هن اللي عم يحكوا. لك شو مين هن؟ شو؟ بدون تعليق وفوت بالحلقة يا شريك. هذا مو سوء تقدير، هذا تقدير سوريالي، كلام من الواقع يعكس واقعنا الانعزالي. فسر مثل ما تفسر يبقى المعنى بقلب الشاعر. مستر كونسبشن يطرح افكار مفهومة من العاقل. ميس كونسبشن على هوا راديو سوريا، خليكم معنا لنعرف شو هي ميس كونسبشناتنا لليوم. اهلا وسهلا فيكم بحلقتنا الجديده من برنامج سوء فهم سوء تقدير ميس كونسبشن. بهي الحلقه رح نحكي عن سوء الفهم الحاصل بين الرياضه والرياضيات والسياسي. الدكتاتوريات العالميه لطالما دحشت الرياضه بالسياسه، فدائما كان في سياسه بالرياضه ورياضه بالسياسه. فمن رعاية دكتاتور إسبانيا لفريق ريال مدريد والفضائح المتكررة بحقه، لربط فريق برشلونة بالصراع بين الإقليم المطالب بالاستقلال، لحرمان دول من المشاركة بالأولمبياد أو بطولات العالم، مرورا بفضائح الفيفا الأخيرة والمنشطات يلي بتتستر عليها الدول مشان تأخذ مراكز بألعاب رياضية، وتوقيت بث المباريات، وجرائم مكاتب المراهنة وارتباطات السياسية. فالحقيقة السياسة طالما ارتكبت جرائم بحق الرياضة، وكنا دائما نقول ما بإيدنا شيء. في مجال معك تجيب سيرة ريال مدريد بالعاطل أبدا؟ بحاول. على كل حال، السياسة والرياضة مع سوريا الأسد ما اختلفت كتير، كمان دحشوا السياسة بكل شيء. منتذكر كلياتنا الشهيد الرائد الركن المظلي المهندس المعطاء المظلي باسل الأسد، ومنتذكر كمان كأس العالم يلي فاز فيه المنتخب السوري بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وأكيد لليوم التزوير المتواصل لمنتخب الشباب واليافعين السوري مستمر، وعلى ما أعتقد مناف رمضان لساته لهلأ عم يعبي الأشبال. ومن أشهر الفضائح السياسية والرياضية بتجي لما منتذكر مباراتنا الشهيرة مع البرازيل. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذا اللقاء المنتظر بين منتخبنا الوطني ومنتخب البرازيل العريق، وصافرة الحكم تعلن عن بداية المباراة. الهدف الأول للبرازيل، هدف أول للبرازيل.
هدف مبكر من هجمة سريعة. إذا الكرة ما والهدف الثاني، الهدف الثاني للبرازيل. إذا نتعرف على تشكيلة الفريقين، نبدأ بالفريق الضيف المنتخب البرازيلي والهدف الثالث للبرازيل. هدف ثالث للبرازيل. إذا في حراسة المرمى جوليو سيزار، وهذه كرة الهدف الرابع، الهدف الرابع للبرازيل. إذا نكمل تشكيلة الفريقين، وهذه كرة، هذه كرة رمي التماسي منتخبنا، رمي التماسي منتخبنا، برافو منتخبنا، عاطف جنيات رمي التماسي جميلة، برافو عاطف جنيات. شوف شوف باللي عادي، شوف 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 باللي عادي، عاطف جنيات ورمي التماسي جميلة، رمي التماسي. هذه كرة الهدف الخامس للبرازيل، هدف خامس للبرازيل. إذا النتيجة حد الآن نلعب في الثانية الثالثة عشرة، والنتيجة 5 أهداف للبرازيل لا شيء لإسبانيا. بس شو دخل السياسي هون؟ ما عم بفهم. يعني أكلنا يمكن شيء 6 أو 7-0، ويمكن فصلت المباراة لعدم الكفاءة. بقى شو دخل السياسي؟ آها أنت عيني، ليش عم نتذكر مباراة البرازيل لسوريا؟ لأنه بوقتها كان المعلق السوري الحقيقي، مو يلي سمعناه قبل بشوي، عم يقول يكفي لنا شرف المشاركة. إيه والله يكفي شرف المشاركة. يعني صحيح أكلنا 5 مدري 6 مدري 7 جوال، بس أكلناهن من البرازيلية. يعني عليك، يعني هي اسمها خسارة بتشرف، خسارة معتبرة. أنت عيني طول عمره، يعني الفخر بالمشاركة. صحيح، أما أنك تأخذ جائزة على المشاركة بمسابقة رياضية فهي شغلة جديدة من الفضائح السياسية بالرياضة. شو هالحكي؟ ما بوافقك بنو. ليش؟ لأنه بمسابقات ملكات الجمال في شيء اسمه Miss Congeniality، وهيك هي بتتوج وبيحطوا لها ميدالية مدري وشاح. بركي ابن سيادته أخذ Miss Congeniality بالرياضيات، بس بعدين بتوجوا الملكة الحقيقية الفائزة بالمركز الأول، ما؟ وبيعملوا معها اللقاء. ايه والوصيفتين كمان بيديروا بالهم عليهم. طيب الفائز، قصدي الفائزة بمسابقة ملكة جمال بالمرتبة السابعة شو بيعطوها؟ ما بتاخد شي، هي اصلا بتكون ما طلعت على خشبة المسرح. شو هالحكي؟ اها انت عيني، بقى نحن بسوريا صارت فائز بالمرتبة السابعة بالاولمبياد العلمي السوري يلي كنا عم نسمعه قبل بشوي اهم من الفائز بالمرتبة الاولى. مو عم ابدأ شرف المشاركة، لا، يعني هو عمليا ربح. ما عم تزبط معي شلون ربح بالمرتبة السابعة. طيب اللي بالمرتبة الثامنة كمان ربح ولا وقفوا عند المرتبة السابعة؟ هذا سؤال صعب علي يا صاحبي، بدك تسأل حدا بيشتغل بقناة الدنيا وأخواتها. سيدي على كل حال، يعني 100% بيربح، يعني بالمرتبة السابعة بضل رابح، فالقصة ما كتير غريبة، فمن شبه أباه فما ظلم. كيف هي بقى؟ هاد يا سيدي إذا بتتذكر أبوه ما كان ترتيبه الأول بالحكم، عقولة اللادقاني محدين، أبوه كان بده باسق، وأمه كان بده ماهر، وأخته كان بده قاصف، بس بالآخير مين ربي؟ يلي كان بالمرتبة السابعة. هي ضربة المعلم. العمش كيف مرقت علي هي؟ روح لقلك هالمرة أنت يا رب. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك 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 يا حياة قلبي مبروك. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، وشو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا. رجعنا لكم مع برنامج ميس كونسبشن وفقرة سوء تقدير، وحلقتنا عن الأولمبياد العلمي السوري يلي فاز فيه ابن الرئيس السوري حافظ بشار حافظ الأسد بالمرتبة السابعة بهذه الأولمبياد.
إذا بدنا نكون مهنيين وحرفيين، الصراحة ما منوجه أي نقد للطفل حافظ ولا لولي أمر الطفل رئيس بشار الأسد، ولا لولية أمر الطفل السيدة الأولى أسماء الأسد. مانها السيدة الأولى، مانها السيدة الأولى، ما رفعوها ما رفعوها. ما رح فوت بهي التفاصيل العائلية هلأ. الحقيقة سوء التقدير يلي وقعوا فيه بالسياسة والرياضة كان من قناة سما وأخواتها وصفحات المنحبكجية بإساءة استخدام الطفولة لأهداف سياسية. فخلال السنوات الأربعة المنصرمة كنا نفكر أنه سهام الغدر والخيانة كانت موجهة فقط لأطفال سوريا التانيين من مذيعة من وزن ميشلين عازر وغيرها من المذيعات، لما بيستغلوا الطفولة أبشع استغلال. بس مع مرور الوقت سوء التقدير عند قناة سما وإخواتها امتد ليوصل البن لدقن الموالين لنظام الأسد، لما صاروا يعملوا لقاءات استجرار العاطفة ومقابلات من نوع هاد دمعك والحقني. بس انه يوصل البن لابن سيادته هي كبيرة يا زلمي، ما محضر حاله المسكين، كان متفاجئ بالأسئلة، شفت شلون كان عم يجاوب؟ قلتك بقيلولة المسؤول عن هاي المؤامرة الكونية بوضع ابن سيادته بهذا المطرح؟ هذا يا سيدي ما انت بزماناته في مسؤول بالتلفزيون العربي السوري كان مسؤول عن نقل وقائع صلاة الرئيس وانقطع البث المباشر فجأة. بيكونوا عدموا للمسؤول اكيد. لا، صار مدير إذاعة تلفزيون. مشان هيك اللي حط الطفل حافظ بهذا المطرح لا تستغرب ابدا ابدا يصير شي محافظ او وزير او بأسوأ الاحوال مسؤول كبير بقناة الدنيا او تلاقي او مراسل لقناة المنال. انا تعبان هطلع فوق. خلينا نروح للمسكونسبشنات. الملعب عرض وطول بدنا جول، هاتوا الجول ونفس الملعب عرض وطول، والنصر انكتب أيوة والله بكوا عن خشب. رجعنا لكم مع مسكونسبشناتنا بحلقة الأولمبياد السوري العلمي العالمي والسياسي. Misconception 1. بالأولمبياد العلمي السوري، على الرغم من المحاولات المتكررة من الطلبة الإجابة على الأسئلة بأخطاء متكررة إلا أنه ما أتيحت لهم الفرصة إلا أنه نفوزوا. Misconception 2. عدنان قصار فارس سوري غلب عمه للطفل السوري حافظ بشار الأسد فلبث في السجن السوري 21 سنة، مشان هيك خلونا فرحانين بالمرتبة السابعة. Misconception 3. الأولمبياد دليل على الانفتاح والشفافية الكبيرة بظل إصلاحات الرئاسة السورية اليوم. فأيام ما كان في أولمبياد علمي سوري كان في شيء اسمه رائد على مستوى القطر، وبهذيك الأيام كانت محصورة الريادة بولاد قادة الفرق الحزبية. Misconception 4. اسم الفائز بالمركز الأول عمر كلاس، مع ما نمزح عن جد، بس مشان يعني الحلال والحرام، الزلمة حاول انه يخسر كتير، حاول يجاوب كتير اجوبة غلط بس ما طلع بايده، يعني ما تواخذوا مشان الله ما تعملوا فيه شي. Misconception 5. على فكرة الأولمبياد العلمي السوري ما له علاقة بالسياسة وتم بشفافية تامة. ولهون بتكون خلصت حلقتنا اليوم من Misconception، والراديو مكمل مع أغاني وبرامج أكتر كمان وكمان، فخليكن مولفين على الراديو بيولف عيالي اللي بتحبوا. أنا بشوفه الأسبوع الجاي. سلام. Bye.
هذا مو سوء تقدير، هذا تقدير سوريالي، كلام من الواقع يعكس واقعنا الانعزالي، فسر مثل ما تفسر يبقى المعنى قلب الشاعر، مستر كونسبشن يطرح افكار مفهومه من العاقل. هذا البرنامج من انتاج راديو سوريالي 2016.